أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجومي إكسترا لأخبار الفن والفنانين. معلومات وحقائق لا تعرفونها عنها. الاسم عند الولادة نور العتيبي. بمواليد 20 فبراير عام 1987 ميلادي. وعمرها 31 عاماً. وبرجها الفلكي هو برج الحوت. بلد الأصل المملكة العربية السعودية. جنسيتها سعودية. مكان الإقامة المملكة العربية السعودية. ريم العتيبي تعرف باسمها الفني ريم عبد الله، من مواليد 20 فبراير عام 1987 ميلادي. عرفت أثناء ظهورها في مسلسل طاش مطاش بموسمه الخامس عشر مع الثنائي عبدالله سدحان وناصر القصبي. واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسل، لها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في عام 2012، وأدت دور رئيسي في مسلسل العاصوب. الفنانة ريم عبد الله مع راشد الماجد. وفي نفس السنة ظهرت في كوميديا نسائية بعنوان عمشة بنت عماش من تأليف وكتابة عبد الله العامر. عرض المسلسل حصريا على قناة LBC، ويتحدث حول فتاة سعودية تدفعها ظروف معينة إلى قيادة سيارة أجرة. ريم عبد الله مع ناصر القصبي. شاركت في الجزء الثاني من مسلسل بيني وبينك مع حسين عسيري وفايز المالكي بدور الشيخة ألفت في عام 2008. أدت دور بسيط في مسلسل كلنا عيال قرية، حيث لعبت شخصية مها بنت الجيران. الفنانة ريم عبد الله قبل الشهرة. في العام التالي مثلت في عدة مسلسلات، ظهرت في عدة حلقات في الساكنات في قلوبنا الذي بدأ بثه بشكل أسبوعي في يناير عام 2009، وصورت حلقة من مسلسل جارية حمودة عرضت في فبراير. ريم عبد الله قبل الشهرة. الفنانة ريم عبد الله قبل وبعد التجميل. ثم لعبت دور البطولة في أيام السراب، وجسدت فيه دور الفتاة الدلوعة في بيت العائلة. شوهدت في مسلسل أسوار 2 الذي عرض في مايو عام 2009، حيث تعاونت فيه مع مروة محمد للمرة الثانية بعد ظهورها في عمشة بنت عماش
قبل أن تجتمعان مرة أخرى في عمر. الفنانة ريم عبد الله لم تصرح باسم زوجها السابق. بالإضافة إلى مسلسل عذاب التي تؤديان فيه دوري فتاتين تعيشان ظروفا مضطربة في فترة غزو العراق للكويت مطلع تسعينات القرن الماضي. صورة للفنانة الجميلة ريم عبد الله. الله تتحدث لأول مرة عن زواجها الذي أخفته عن الجميع وانتهى بالطلاق. صورة للفنانة ريم عبد الله. كشفت الفنانة السعودية ريم عبد الله الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية والتي تتحدث عنها لأول مرة. الفنانة السعودية قالت أنه لا يعلم أحد أنها كانت متزوجة قبل دخولها الوسط الفني. الجميلة ريم عبد الله. الفنانة السعودية كشفت أيضا عن اسمها الحقيقي حيث أكدت أن اسمها هو نورة وأنها تنتمي إلى قبيلة عتيبة في السعودية. ريم عبد الله يشعل السوشيال ميديا بين النفي والتأكيد. أشعل خبر زواج الفنانة السعودية ريم عبد الله بطلة مسلسل العاصوف مواقع السوشيال ميديا وحصدت الترند الأعلى على موقع تويتر بين السعوديين فور الكشف عن زواجها بين النفي والتأكيد. صورة الشاب السعودي المتداولة الذي قيل عنه بأنه زوجها. حيث أخذت المواقع الإلكترونية تتداول خبر زواج الفنانة ريم عبد الله على أنها تزوجت منذ فترة وجيزة من دون أي تفاصيل أخرى ومن دون تأكيدها أو نفيها للخبر، بل حافظت هي على هدوئها مكتفية بالصمت.